حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى. السلام عليكم. نبدأ أول مقاطعنا في ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف حفظه الله كتب بعض الثمرات، نأخذ منها بعض الأشياء. ذكر أولا الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكانوا العلماء يسمون هذه الآية بآية الامتحان. ثمرة الثانية هي الفوز بالجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الوصول إلى مرتبة الهداية. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وكذلك من ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.